فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما طريقة المسح على الجبيرة؟ هل لا بد من التعميم في ذلك؟ لا بد إيش؟ من التعميم في المسح على الجبيرة. نعم، جميع الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، ما يكفي مسح بعضها. نعم، لأنه ينوب عن غسل ما تحتها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.